بهذا المكان سقط البرميل منذ قليل على مدينه الرطام بريف حماه الشمالي. طلع على الصوت هذه، والله العظيم يدفع الثمن غالي، والله العظيم يدفع الثمن غالي. هذا الدمار الذي لحق بهذه المنازل المجاوره من جراء القصف بالبراميل المتفجره على مدينه الرطام بريف حماه الشمالي. هذا حجم الدمار في المنطقه المحيطه من جراء القصف على مدينه الرطام بريف حماه الشمالي 28/4/2014. إذن بهذا المكان القصف على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي بالبراميل المتفجرة. هذه البيوت التي دمرت من جراء القصف. ما في هاي ما في حدا. مع السلامة، ما في حاجة للسيارة الحمد لله مع السلامة.